السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي النادي الاهلي ومشاهدي خط احمر. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، جمهور النادي الاهلي اللي اتقال النهارده واللي عندنا جمله حافظينها كلنا عن ظهر قلب، هي جمهوره ده حماه. بالتأكيد دور جمهور النادي الأهلي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا كان دور عظيم، كانت حقيقي ملحمة كنا نفسنا إنها تكتمل بإننا نحقق اللقب، ولكن زي ما قال الكابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي اللي غطى تبعات ما قبل وأثناء وما بعد النهائي الأفريقي، اتقال إن احنا مش بيحسننا نتيجة، مش بيحركنا فوز أو خسارة، احنا بيحركنا مواقف، وبالتالي حتى مع الهزيمة وخسارة البطولة كان لنا موقف لازم نستعرضه. النتائج هتكون ايه؟ النتائج بالتأكيد مرتبطة باللي بيديره منظومة كرة القدم سواء داخليا او خارجيا، انت عليك فقط لغير انك تنور الطريق، انك توضح دورك تنويري مش دورك ان انت تنفذ. التنفيذ اكيد عند الكاف. عندنا كلام كتير جدا هنقوله بالتأكيد عن المؤتمر، وهنحكي الحكاية وهنحكيها من البداية، ولكن طبعا يعني عندنا مباراة بكرة فارس مع المصري بالسلوم في كاس مصر، قديم بقى جديد مش مهم يعني احنا متركز. عندي تعقيب الأول طبعا على بداية المؤتمر، وعندي تعقيب على اللي حصل النهاردة. يعني كابتن محمود الخطيب كان البعض أو الكثيرين أو كل جمهور النادي الأهلي بينتظر المؤتمر، وهو الحدث النهاردة والحدث اللي كنا كلنا بنستناه. ليه الحدث اللي كلنا بنستناه؟ لان النادي الاهلي اعلن ان هو في كل الاحوال سواء حقق اللقب او ما حققش اللقب في النهايه في مؤتمر صحفي بعد البطوله. يمكن البعض كان بيتكلم مؤتمر صحفي بعد البطوله، انا بشوف ان انت اصلا كان عندك اجواء بتشتتك قبل البطوله، فانا بشوف الكلام اللي اتقال النهارده تخيلوا اصلا كان اتقال قبل البطوله، هل كمان كان هيسبب مزيد من الضغوط ومزيد من الهمهمات حوالين الفريق ولا لا؟ بس المهم، ودي رسالة لقيت ناس كتيرة جدا بترددها النهاردة، يا جماعة النادي الأهلي نادي مؤسسي. كابتن محمود الخطيب وهو يتحدث ليس فقط بمنصب رئيس النادي الأهلي، بل بمنصب شخص مسؤول عن النادي الأهلي ويوثق للتاريخ. هنا في قناة النادي الأهلي في برنامج أكيد أنتم متابعينه بيقدمه الأستاذ سامح السريتي عن محاضر جلسات مجلس الإدارة، بتلاقي فيه تاريخ، تلاقي فيه كل رئيس نادي قال ايه، فبالتالي مقام رئيس النادي الاهلي لما يجي يتكلم ليه شكل معين. ارجع من اول عبود باشا مرورا بالفريق مرتجي وكتير جدا من رؤساء النادي الاهلي، من اول جعفر ولي باشا لما قال اخلاق قبل البطوله، لنا كتالوج في كل صداماتنا مع اي مؤسسه. ارجع كده في التاريخ وافتح محاضر الجلسات وشوف اللغه والخطاب وكيف كان يتحدث النادي الاهلي بكل قوه عن حقوقه ولكن بشيم واخلاق الكبار. عمرك ما هتسمع في النادي الاهلي اتهامات مرسله لشخص او اساءه لشخص او تعرض لشخص بمعزل عن القضيه اللي بتتكلم فيها. قصتنا ورق، قصتنا احداث، مش قصتنا افراد ولا قصتنا اشخاص، انما النادي الاهلي دايما بيتكلم في مبدا. ده اللي حصل النهارده، عشان كده عمرنا ما هتكون صوره من غيرنا. وللاسف انا حزين على بعض الشباب وانا بعذرهم اللي بداوا يشوفوا ناس فهمتهم ان الصوت العالي هو اللي بيجيب الحقوق. راجع كده وشوف الصوت العالي جنب كاب بطوله والمؤسسه والاداره اللي بتتكلم بالورق واللوائح جابت كام بطوله. اوعى تخلي الاستثناء يبقى قاعده ولا القاعده تبقى استثناء. اما تفاصيل المؤتمر اكيد عندنا كلام فيه كتير جدا. لكن خليني اكد على نقطه ان الصوت العالي، كابتن محمود الخطيب النهارده في البيان قال الكلام ده، احنا بنتكلمش كتير، احنا بنشتغل، لما بنخسر البطوله بنقفل على نفسنا ونشتغل، لكن بالتاكيد في اوقات معينه الصوت العالي بيجيب نتائج وبيجيب مكتسبات، ولكن هيجيبها لمده قد ايه؟ قد ايه؟ على المدى البعيد هتكسب ايه؟ انت ممكن تكسب بطوله لانك بتستغل ظروف مرحله، لكن النادي اللي عنده هويه ما ينفعش يتلون بلون المرحله. انت ليك لون معروف من اول يوم لاخر يوم بتتعامل بيه وفق لوائح وقوانين. فده بس تاكيد على الصوت العالي اللي البعض شايفه جايب نتائج، وارد جدا يجيب نتيجه المرحله اللي احنا فيها لكن مش هيستمر على طول.